إذا رؤي الهلال هل يلزم الناس كلهم على وجه الأرض أن يصوموا إذا رآه بعضهم في أي مكان؟ يلزم الأمة جميعاً أن تصوم في كل الأرض، أو يجب على أهل الإقليم الذي رؤي فيه الهلال؟ وكل قوم لهم رؤيته. هذا القول الثاني وهو الصحيح، أنه لا يجب الصيام على كل الناس لأن هذا فيه كلفة، ولكن يصوم أهل الإقليم، لأن المطالع تختلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تختلف المطالع باتفاق أهل الملة، تختلف المطالع. يطلع الهلال عندنا قبل أهل الهلال يطلع عندنا قبل أهل المغرب، اختلاف المطالع. فلكل قوم رؤيتهم، فإذا رؤي الهلال في إقليم وجب على أهل ذلك الإقليم كلهم أن يصوم، وأهل الإقليم الثاني يجب عليهم الصيام برؤيتهم إذا رأوه، وهكذا. هذا هو القول الثاني في المسألة وهو الصحيح، لا يسع الناس إلا هذا. نعم.